احنا بنتكلم هنا على النفقات العامة. بنبتدي احنا عارفين ان الموازنة العامة للدولة بتنقسم الى انفاق عام، وده مرتبط بدور رئيسي للدولة، مفيش حد هيقدر يعمله غير الدولة، اللي هي الدفاع والامن والهياكل الاساسية دي كلها دور رئيسي للدولة. وبالتالي هنا النفقات العامة مرتبطة بها السلع العامة. ايه هي السلع العامة؟ هي السلع العامة اللي الدولة بتنتجها بغرض إشباع حاجات عامة، وإن سواء يعني كان في طلب عليها من المستهلكين أو ما فيش طلب من المستهلكين، فدي هنا اختلاف كبير بين السلع العامة والسلع الخاصة. ويمكن لما نيجي نقول إيه أشكال السلع العامة، فمن أهمها الدفاع والأمن وإنشاء الطرق والسدود كهياكل أساسي. بناء على اللي قلناه هيبقى السلع العامة بتتميز بعديد من الخصائص، منها ان مفيش استهلاك، مفيش منافسة عند استهلاك السلع العامة، لانه طبعا لما نقول مثلا في الدفاع او في الامن مفيش منافسة على خدمات الدفاع والامن، ما نقدرش نستبعد مجموعة من الناس من الاستفادة من هذه السلع العامة. يعني ما اقدرش اجي اقول مثلا مجموعة من الناس انا مش هديكوا خدمة الامن، لا، ففي مبدأ عدم الاستبعاد. كذلك ان احنا التكاليف، التكلفة الحقيقية لانتاج السلع والخدمات العامة هي السلع والخدمات الخاصة اللي بتتم التضحية بها. يعني لو انا عندي علاقة عكسية او تنافس ما بين انتاج السلع العامة والخاصة، ففي الحالة دي هيبقى انتاج السلع العامة من اهم تكلفته هو التضحية بالسلع الخاصة. ده واضح من الشكل اللي واضح امامكم هنا، اللي هو بيبين اللي هي على المحور الرأسي السلع العامة، وعلى المحور الافقي السلع الخاصة. ومثلا لو انا انتقلت من النقطة دي اللي هي عندها في كم من السلع العامة اكبر من السلع الخاصة، وممكن انتقل من النقطة دال الى النقطة دي، اللي هو ان المجتمع غير اولوياته وعايز يقلل السلع العامة لحساب السلع الخاصة. عندنا هنبتدي ننتقل الى مفهوم النفقة العامة، هي مبلغ بيقوم بانفاقه شخص عام بقصد اشباع حاجة من حاجات المجتمع. وهنا في ثلاث عناصر للنفقة، انها مبلغ من النقود، انها بتصدر من شخص عام مش خاص، انها بتهدف الى اشباع عام. بعد كده ننتقل الى تقسيمات النفقات العامة. في تقسيمين للنفقات العامة، تقسيم وظيفي واقتصادي. الوظيفي مرتبط بالوظيفة، يعني انا لسه كنا بنتكلم على وظيفة الدفاع، الامن، الثقافة، العدالة، وبالتالي هيبقى بقسم النفقات وفقا لهذه القطاعات. تقسيم اقتصادي اللي هي حسب العمليات، بمعنى ان انا عشان اعمل النفقات العامة وبحتاج الى نوعين من مثلا العمليات، عمليات جارية وعمليات رأس مالية، يعني بجيب معدات رأس مالية، فيبقى هنا بحتاج انفاق استثماري ورأس مالي. عمليات جارية اللي هي الانفاق الجاري، وكمان حسب القطاع اللي بتقوم به العمليات دي. فانا عندي مثلا قطاع حكومي، قطاع عائلي، قطاع اعمال، وقطاع العالم الخارجي. كذلك بيتقسم النفقات العامة من حيث دوريتها إلى نفقات عادية اللي هي بتتصل بالدورية والتكرار، يعني مثلا أنا مرتبات الموظفين بدفعهم كل شهر، لكن في نفقات تانية بتبقى غير متكررة وغير عادية وبتتم على فترات متباعدة، زي مثلا انفاق حرب، يعني بلد دخلت في حالة حرب فبتحتاج إلى انفاق حربي بشكل كبير، أو لا قدر الله دخلت في كوارث أو زلازل فلابد إن هي بتصرف أكبر. يعني زي كده إن مؤخرا في مصر تم إصدار قرار بإنه يكون في مبلغ يتم إنفاقه لمواجهة فيروس كورونا، فده اسمه إنفاق غير عادي. بيتم تقسيم النفقات العامة من حيث أثرها إلى نفقات حقيقية، وهي اللي بتستنزف جزء من الموارد المتاحة للإقتصاد المصري، يعني مثلا مرتبات الموظفين في الحكومة، الانفاق على التعليم، دي بتبقى نفقات حقيقية. النفقات الحقيقية بتنقسم الى نوعين من النفقات، جارية ورأس مالية زي ما ذكرنا قبل كده. الجارية هي اللي بتسير الاعمال في الادارات،
زي الأجور ونفقات شراء مستلزمات الإنتاج، لكن الرأسمالية هي اللي بيتم إنفاقها على أصول رأسمالية بتساهم في تقديم الخدمة العامة. النفقات التحويلية هي النفقات اللي بتقوم بها الدولة دون أن تحصل مقابلها على سلع وخدمات. بنقسمها إلى اقتصادية واجتماعية ومالية. الاقتصادية هي زي الإعانات للمنتجين اللي أنا بستهدف بيها خفض تكلفة الإنتاج. النفقات التحويلية الاجتماعية زي الإعانات اللي بتقدم لمحدودي الدخل، يعني مثلا زي برنامج تكافل وكرامة على سبيل المثال اللي بيقدم للأسر الفقيرة حاليا باستهداف المرأة. النفقات التحويلية المالية اللي هي بتقوم الدولة بسداده عند قياسها بنشاطها المالي، بالتالي بتشمل فوائد الدين وأقساط الاستهلاك. هنبدأ الحقيقة في تعريف الموازنة العامة للدولة. الموازنة العامة للدولة هي وثيقة مالية بتعكس أهداف الدولة، وهي أهم وثيقة الحقيقة سياسية اقتصادية، لأن هي بتضم كل من الإنفاق العام اللي هي الدولة بتنفق على إيه، برامج الإنفاق العام، وكذلك مصادر الإيرادات العامة. تقسيمات الموازنة العامة، أول تقسيم هو التقسيم الإداري، وده بينعكس أو بيعكس الهيكل الإداري للدولة. ومن مزايا البساطة عشان الناس تقدر تفهم بنود الموازنة، وكذلك بتسهل مهمة رقابة المواطنين على النشاط المالي. بكل وزارة بتعرف بسهولة إيه المبالغ اللي تم تخصيصها لها كاعتمادات، وكذلك بتمكن البرلمان من الرقابة على الجهات الحكومية. لكن من صعوبة التقسيم الإداري هو صعوبة دراسة تحليل الآثار الاقتصادية للعمليات، كل العمليات اللي هي متعلقة بالنشاط المالي، وكذلك تقدير ما ينفق مقدما على كل وظيفة من وظائف الدولة، وإن تبويب الإيرادات العامة حسب المورد الإداري بيجعل من الصعوبة إن أنا أشوف العبء الإجمالي لتحصيل الإيرادات العامة. بنيجي للتقسيم الثاني اللي هو التقسيم الوظيفي للموازنة، والمعيار المتبع هنا هو نوع الوظيفة أو الخدمة اللي بتؤديها الدولة واللي بينفق المال العام من أجلها، بصرف النظر عن الجهة الإدارية. يعني من الممكن أن يبقى في وظيفة داخلة في عدة جهات إدارية، والوظيفة هنا بتعرف بأنها مجموعة شاملة من الخدمات تؤدي لتحقيق هدف من الأهداف الرئيسية للدولة. من مزايا التقسيم الوظيفي انه بيسمح بانه يحدد اتجاهات الانفاق على وظائف بذاتها للدولة. ممكن اناقش كل وظيفة على حدة واشوف تكلفة الخدمة لكل قطاع، تقييم الانشطة المكونة على الوحدات اللي بتؤدي الى وظيفة معينة، وكذلك ان انا اعمل مقارنة بين التقسيمات الوظيفية لاكثر من دولة واحدة والعدد من السنوات. لكن أوجه القصور في التقسيم الوظيفي أنه لا يسمح بإظهار الأشغال العامة كوظيفة مستقلة، لكن ليتم توزيعها على وظائف أخرى، مثلا إنشاء المدارس بتدخل تحت الخدمات التعليمية، على حين المستشفيات ضمن الخدمات الصحية وهكذا. توجد بعض الأنشطة اللي بتقوم بها الدولة وبتخدم أغراض متعددة، وبالتالي في صعوبة أن أنا أميز كل نفقة خاصة بكل غرض. احنا النهاردة هنوصل بقى الى العجز في الموازنة العامة. والعجز في الموازنة العامة بينشأ عندما تزيد الانفاق العام عن الايرادات العامة. يعني انا عندي في مصادر زي ما قلنا دلوقتي، انا بانفق كحكومة انفاق عام، وعندي مصادر للايرادات بتيجي من الضرائب والرسوم وغيرها. طيب لما يزيد النفقات عن الايرادات بيبقى عندي عجز في الموازنة العامة، ومصر بتعاني من عجز مزمن في الموازنة العامة من سنوات طويلة. العجز ده له انواعه. اول نوع العجز الكلي والعجز الصافي. العجز الكلي هو الفرق بين نفقات الدولة وايراداتها الذاتية، وده بيبين ازاي بتعتمد الدولة على مواردها الذاتية. لكن العجز الصافي هو ما يتبقى من العجز الكلي بعد استيعاب المدخرات المحلية والقروض. يعني انا العجز الصافي هو انا في مصر عادة بلجأ الى الدين الداخلي، يعني بطرح اذون خزانة عشان اواجه العجز الكلي. في الحالة دي بقى الناتج بعد طرح اذون الخزانة اسمه العجز الصافي.
كمان في عندنا العجز الجاري والعجز الرأسمالي. الجاري هو الفرق بين النفقات الجارية والإيرادات الجارية، والرأسمالي هو الفرق بين الاستثمارات اللي هي المتاحة، الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية والإيرادات المتاحة لها. العجز الهيكلي والعجز العارض. الهيكلي هو الناتج من أسباب مرتبطة بظروف اقتصادية وسياسية متوسطة وبعيدة المدى، والظروف دي بتفضل لمدة طويلة تؤثر على الوضع الاقتصادي في الدولة، وبتتطلب تغييرات هيكلية في الاقتصاد. يعني مثلا أنا أعظم قيمة الإنتاج عشان أقدر أواجه هذا العجز. لكن العارض اللي هو ناتج من تقلبات عارضة قصيرة المدى. بتتمثل أهم القواعد الأساسية للموازنة العامة فيما يلي، هي القاعدة الأولى قاعدة السنوية، إن الموازنة العامة مدتها سنة. بالنسبة للحالة المصرية بتبدأ من يوليو وتنتهي إلى آخر يونيو للعام اللي بعده، وبالتالي هي مدتها سنة. القاعدة الثانية هي قاعدة الوحدة، ويقصد بها أن كل الإيرادات والنفقات الخاصة في الموازنة تكون في وثيقة واحدة. القاعدة الثالثة وهي قاعدة العمومية، بتعني أنه لا يمكن أن أنا لابد من أنه يكون في عمومية في الإيرادات والنفقات العامة للموازنة العامة للدولة. قاعدة عدم التخصيص هو أن أنا لابد أن أنا ما أقدرش أن أنا أميز إيراد معين يذهب إلى مصروف محدد.